بكم في موجز إخباري اقتصادي على موقع صدى البلد، نكشف به عن أسعار الذهب والدولار يوم الخميس 15 يوليو. تابعونا. شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا جديدا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب. وقد سجلت أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأوسع انتشارا في مصر 774 جنيها للجرام، أما عيار 24 فارتفع سعره مسجلا 907 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 681 جنيها. ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 إلى 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. أما عن سعر الدولار فقد سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي 15 جنيهات فاصل 64 قرشا للشراء و15 جنيهات فاصل 73 قرشا للبيع.